زين ابو سيف، انت معيشتك اليوميه ما معتمد على الزراعه؟ هذا لو اعتمد على الزراعه يقتلني الفقر، يقتلني الجوع. يعني الزراعه خالها شيء هوايه؟ اي لان ماكو بعد واحد يعيش على الزراعه، خلاص انتهت الزراعه نهوها. يعني انت اغلب الناس باعت يعني كارثه التجريف وصلت الى الراجديه؟ لا وصلت وتوزعت اغلبيه الراجديه، ويدرون حتى سيد الوزير يدري، الحكومه واردنا تدري، كلهم يدرون. يعني توزعت انت مثل الدوره عندك توزعات، صح، عندك مثل فحامه توزعات، عندك باقي المناطق هنا بالراجديه توزعات، لان بهم لا موظف لا بيش يريد يعيش، ابن الولده كذا من شنو، يعني اغلبيتهم نهوها الزراعه. والداي يشتري ما جاي يستثمر، مو مستثماري. الداي يشتري مو استثماري، سند يوقع ويخليه بجيبه ويعوف القاع يتركها. مثلا اشترى 100 دونم عارف القاع ما يستثمرها، ما يستثمر، ترتفع سعرها ويبيعها. بالضبط، هو لو تلقي تاجر، لو تلقي شنو، من تلقي مثلا فلاح مشتري فلاح دا يتعب بيها دا يعيش من وراها، هاي خلاص هاي ماكو. مع الاسف هذا نخسر اراضي زراعيه. بالضبط، تظل ارض زراعيه متروكه مهجوره، وهذا شيء غلط. هذا يعني شيء غلط. يعني قام يشترون الفلاح بفلوسهم، المزارع بفلوسه، وبالعكس ادعمه الفلاح، ادعمه المفروض الهويته فلاح، الهويه فلاح ادعمه، بس الهويه اللي عنده فلاح هويه. على اساس يسوون بطاقه ذكيه للفلاح، ما سمعتوا به؟ لا لا هاي ماكو ابو. المفروض الفلاح تعيين ما يصير له. ادعمه، اي ما يصير له الفلاح، غير صحيح تعيين ما له، المفروض ما اعطيه تعيين. ادعمه اقول له تعال انا ادعمك، ما يصير لك تعيين. هذا شو فكر الفلاح؟ اقول لك اني ليش انا ولدي، يعني لو ولدي كنتهم متعينين كل واحد 500 او 600 مو احسن لي من الفلاحه اني؟ واقعد واسكت وبيع القاع، صح، واشتري لي استثمارات بهن واحسن لي. انت سيارات، سيارات وكذا وما ادري شنو، الزوج الثاني قام 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 يفكر هيك. انت فلاح، ما عينك بكل شيء، انت فلاح اعطيك هويه مال فلاح، ادعمك تعال ادعمك، شو تريد الفلاح شو تريد؟ ادعمك بكل شيء في سبيل اللي يتجه على قرار التجاره. بال 85 ايش نطوك؟ انا اعطوني سيارتين، ايه 85ات ب 1600 بالاقساط، وبالاقساط ودكتر ينمر، اه ومحمولات، ايه ومبيدات،